حبايب الحلوين واتساب الأخبار، دي الحلقة 9 من سلسلة حلقاتنا، واللي بنتعلم فيها سوا ازاي نكون جملة ونكتبها بشكل بسيط وتدريجي. في الحلقة اللي فاتت عرفنا شكل verb to be في الماضي، وعرفنا ازاي بنعبر عنه، وقلنا ان البي verb في الماضي ليه شكلين بس، يا was يا were، وعرفنا ايه البرونونز اللي بتكون مع was، وايه البرونونز اللي بتيجي معاها وير. وكمان عرفنا من الحلقات اللي قبل كده ان verb to be في المضارع ليه تلات اشكال، am و is و are. وفي الحلقة دي هنتعلم ازاي ننفي جملة سواء كانت الجملة دي في المضارع او الماضي. لو خدنا بالنا كويس من طول الحلقات اللي فاتت كنا بنستخدم البي verb كفعل اساسي في الجملة، بمعنى يكون لو في المضارع او كان في الماضي. هتسألني طيب هو يا مستر البي verb ممكن يكون فعل مش اساسي في الجملة؟ الاجابة ايوة، لكن احنا لسه هنكمل بنفس الطريقة دي، هنستخدم verb to be كفعل اساسي في الجملة. تعالوا بقى بينا نبتدي حلقتنا الجديدة. لو قلتلك he is a teacher، he is a teacher، هو يكون معلم، هو مدرس يعني. لو طلبت منك انك تحول الجملة دي للنفي هتعمل ايه؟ طيب قبل ما تجاوب خلينا نبسط المصطلحات بقدر الامكان. لما بقولك ان في الجملة دي كأني بطلب منك انك تقول ان هو مش مدرس، وده طبعا بكلامنا العادي اللي بنستخدمه كل يوم وطول الوقت. ولو هنترجم ترجمة حرفية هو لا يكون معلما، يعني زي ما قلنا كده ان هو مش مدرس. يبقى خلاص عرفنا يعني ايه نفي. يلا بقى بينا ننفي الجملة. طيب عشان ننفي اي جملة بنضيف كلمة not وبس كده. طيب مكانها فين يا ترى؟ يا ترى في اول الجملة ولا في اخر الجملة ولا في نص الجملة؟ طيب لو كانت في نص الجملة بتكون فين بالظبط؟ الاجابة وبكل بساطة بنشوف البي verb فين وبنحط not بعديه مباشرة. يعني في الجملة دي هنضيف كلمة not بعد البي verb، والجملة هتكون he is not a teacher، he is not a teacher، ومش هيختلف اي حاجة مع بقية الضمائر. بنشوف البي verb فين وبنحط not بعديه. طب لو قلتلك في الجملة دي عايزين نغير البرونون هي لذي، مفيش اي حاجة هتختلف عن كل اللي كنا بنعمله المرات اللي فاتت. كنا بنغير الضمير وبنشوف البي verb المناسب ليه، وبنراعي اذا كان الاسم مفرد ولا جمع. واحنا عارفين ان البي verb المناسب لذي هو are، وعارفين كمان ان they جمع بيكون معاها الناون الاسم في صيغة الجمع، والجملة هتكون they are not teachers، they are not teachers، هم مش مدرسين. يعني احنا عملنا ايه؟ كأننا حولنا الجملة المثبتة مع الضمير he لجملة مثبتة مع الضمير they، وضيفنا كلمة not بعد البي verb. يعني لما بنقول he is a teacher مع they هنقول they are teachers، وعشان ننفي الجملة ضفنا كلمة not بعد البي verb، وهتكون الجملة they are not teachers، هم مش مدرسين. طيب في حاجة مهمة لازم نتكلم عنها وهي الاختصارات، contractions. contractions احنا اتكلمنا عن الاختصارات في فيديو من فيديوهات القناة قبل كده، لكن ما تكلمناش عنها في حلقات تكوين الجملة، ومن المناسب جدا اننا نتكلم عن الاختصارات في الحلقة دي. يعني ايه بقى اختصارات؟ الاختصار اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي هو اختصار البي verb مع البرونونز الضمائر، واختصار البي verb مع not في الجمل المنفية طبعا. تعالوا نشوف ايه هي الاختصارات دي. احنا عارفين ان I بتاخد am وبتكون I am. لو خدنا بالنا اننا هنا بنكتبهم كحاجتين منفصلتين عن بعض، لكن احنا لما بنيجي نختصرهم بنضم الضمير مع البي verb ونختصرهم لحاجة واحدة بعد ما بنحذف حرف الA ونبدله بأبوستروفي وهننطقها I'm. I'm. يبقى عشان نعمل اختصار بنضم البرونون I مع البي verb am وبنحذف حرف الA وبنحط مكانه أبوستروفي، بتكون على بعضها I'm. I'm. بنخلي بالنا ان الأبوستروفي بتختلف عن الكومة، الكومة بتكون على السطر
لكن الأبوستروفي بتكون فوق شوية. طب بننطق إزاي؟ بدل ما بنقول I am بنقول I'm. يعني لو قلت I am a teacher ممكن أقولها بالشكل ده I'm a teacher. طيب ويو إحنا عارفين إنها بتاخد R You are. ممكن نختصرهم مع بعض بنفس الطريقة، بنضم الـ be verb والـ pronoun وبنحذف حرف الـ A وبنحط مكانه apostrophe وهتكون your your، وزيها their their، وزيهم we're we're، بنحذف حرف الـ A وبنحط مكانه apostrophe. طيب في نقطة لازم ناخد بالنا منها قوي، إن الشكل التاني للـ be verb في الماضي هو where where، لكن اختصار we مع r بتكون where where، يبقى دي where ودي where، دي where ودي where 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 where. يبقى اختصار الـ be verb مع الـ pronoun we في المضارع بيكون we're we're، لكن الـ be verb في الماضي بيكون where where. طيب احنا عارفين ان he وshe وit بياخدوا is، الاختصار فيهم هيكون ازاي؟ احنا حذفنا الحرف الاول من الـ be verb وحطينا مكانه apostrophe في المرتين اللي فاتوا، يعني مع I am حذفنا الـ A في كلمة am وحطينا apostrophe وبقت I'm، وحذفنا الـ A في كلمة are وحطينا apostrophe وبقت you're there we're. هنا برضو نفس الحكاية، هنحذف الحرف الاول من الـ be verb اللي هو هنا الـ I وهنستبدله بapostrophe وهتكون he's مع he وshe's مع she وit's مع it، he's she's it. يبقى احنا كده لو قابلنا الجملة باختصار او من غير اختصار الاتنين ليهم نفس المعنى، ممكن نقول I am a teacher وممكن نقول I'm a teacher، ممكن نقول he is a teacher ممكن نقول he's a teacher، ممكن نقول we are teachers وممكن نقول we're teachers. عندنا كمان نوع تاني من الاختصارات للـ be verb مع not في الجمل المنفية، طبعا is مع not بتكون اختصارها isn't isn't. طيب يا ترى الاختصار هنا حصل فيه ايه؟ حذفنا حرف الـ O من كلمة not وحطينا مكانه apostrophe وضمينا الاتنين على بعض وبقت isn't. طيب are مع not هنعمل نفس الحكاية، هنستبدل الـ O بأبوستروفي وهنضم الاتنين مع بعض وبنقول aren't aren't. طيب وبالنسبة للـ am مع not يا ترى لهم اختصار؟ الإجابة لا، ملهمش اختصار، يعني مش بنقول أبدا أبدا amn't، الاختصار ده مش هتقابله ولا هو موجود أصلا، عشان كده ما تعملوش. طيب لو عندنا جملة بالشكل ده She is a nurse She is a nurse، لو طلبت منك تنفي الجملة دي هتعمل ايه؟ هتقول لي بسيطة يا مستر She is not a nurse She is not a nurse. عايزك بقى تكتب الجملة دي بشكلين مختلفين عن الشكل ده، يا ترى هتعرف؟ اكيد هتعرف. عشان نكتب الجملة دي بشكلين مختلفين عن الشكل اللي احنا شايفينه ده بنستخدم الاختصارات الـ contractions. احنا لسه قايلين اننا ممكن نختصر الـ be verb مع الـ pronouns، يعني ممكن نقول she's not a nurse. تمام؟ تمام. وكمان قلنا اننا ممكن نختصر الـ be verb مع not وهنقول she isn't a nurse she isn't a nurse. يبقى كده عرفنا ان الجملة ممكن يكون ليها ثلاث أشكال في النفي، الجملة الأولى من غير اختصارات، والتانية بنختصر الـ be verb مع الـ pronoun، والتالتة بنختصر الـ be verb مع كلمة not. التلات جمل ليهم نفس المعنى، لكن الاختلاف بس بيكون في طريقة الكتابة والنطق. She is not a nurse She's not a nurse She isn't a nurse. التلاتة ليهم نفس المعنى، يعني هي مش ممرضة.
في الجملة الأولى ما حصلش أي اختصارات، في الجملة الثانية الاختصار بين الـ be verb والـ pronoun الضمير، وفي الجملة الثالثة الاختصار بين الـ be verb والـ not، والثلاث جمل ليهم نفس المعنى. طيب لو عندنا جملة I am a doctor، I am a doctor، أنا أكون دكتور طبيب، يا ترى نقدر ننفي الجملة دي؟ بكل تأكيد نقدر، بنضيف كلمة not بعد الـ be verb وبتكون I am not a doctor، I am not a doctor. طيب لو طلبت منك انك تستخدم الاختصارات في الجمل اللي زي دي، يا ترى هتعرف؟ هتقولي اكيد طبعا، هرد عليك واقولك انت اصلا رائع. يلا بقى قولي هتعمل ايه. هتقولي ممكن نختصر الـ be verb مع الـ pronoun وهنقول I'm not a doctor، I'm not a doctor، برافو عليك. وهتقولي كمان ممكن نختصر am مع not وهنقول I amn't a doctor، هرد عليك وأقولك آمنت بالله. احنا لسه قايلين من شوية ان الاختصار ده مش موجود، وبأكد عليك تاني اهو، احنا مش بنختصر am مع not، am مع not ملهمش اختصار مع بعض، لكن ممكن نختصر is مع not ونقول isn't، او نختصر are مع not ونقول aren't، لكن مفيش امنت دي خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب I am a doctor، لو عايزين نحول الجملة دي لصيغة الماضي كل اللي هيتغير هو الـ be verb، وهنقول I was a doctor. طبعا بنستخدم كلمة دلالية للتعبير عن الماضي، لكن مش هنهتم بالكلمات الدلالية حاليا. طيب لو طلبت منك تنفي الجملة دي هتعمل ايه؟ هترد عليا وتقول لي يا مستر بس انا ما خدتش النفي في الماضي. هقول لك تمام، احنا كنا عملنا ايه عشان ننفي جملة في زمن المضارع في الحاضر يعني؟ هترد عليا كنا بنضيف not بعد الـ be verb. هقول لك تمام، اعمل كده برضو بنفس الطريقة. هتقول لي يعني هقول I was not a doctor، هقول لك برافو عليك، ما انت ممتازة اهو. يبقى عشان ننفي جملة في الماضي هيكون زيها زي المضارع تمام، بنضيف كلمة not بعد الـ be verb ومفيش أي حاجة تاني بتتغير، وده بيحصل مع بقية الضمائر. يلا بقى عشان تنفيلي الجملة دي They were a doctor، هننفيها ازاي؟ هترد عليا وتقولي مفيش أبسط من كده، هنضيف كلمة not بعد كلمة were والجملة هتكون They were not a doctor، صح كده يا مستر؟ هرد عليك وأقولك هو أنت ما لاحظتش أي خطأ في الجملة دي؟ هتقولي إيه يا مستر ما هو كله تمام أهو. هقول لك ينفع نقول a doctor مع they؟ اكيد هتعترف بغلطتك بسرعة وهتقول لي لا طبعا، الاسم المفروض يكون في صيغة الجمع، يعني هنقول they were not doctors، they were not doctors، هم ما كانوش دكاترة. لكن بالنسبة للنفي ما فيهوش اي مشكلة، برضو بنضيف كلمة not بعد where. طيب بالنسبة لاختصارات الـ be verb في الماضي مع الـ pronouns بتكون ازاي؟ هرد عليك واقول لك مش موجودة في الجمل المثبتة، مفيش اختصار للبي فيرب مع البروناونز، لكن الاختصارات بيكون في الجمل المنفية بس، بنفس الطريقة اللي احنا شفناها من شوية في المضارع، يعني was مع not بتكون wasn't، حذفنا الاو في كلمة not وبدلناها بأوصرفي وضمنا was مع not وبقت wasn't، where مع not هتكون weren't، weren't. وبالشكل ده ممكن نقول They were not doctors، ممكن نقول They weren't doctors، They weren't doctors. طيب هنا في سؤال، يا ترى نقدر نعمل اختصارين للبي فيرب في نفس الجملة؟ الإجابة بكل تأكيد لا، يعني لما نقول مثلا He is not a teacher ممكن نكتبها بالشكل ده He's not a teacher، ممكن نكتبها بالشكل ده He isn't a teacher. في الجملة دي عملنا اختصار للبي فيرب مع البروناون، وفي الجملة دي عملنا اختصار للبي فيرب مع not، لكن ما ينفعش ابدا نعمل اختصارين في نفس الجملة، نعمل اختصار للبي فيرب مع البروناون ونات في نفس الجملة، يا اما نعمل اختصار مع دي يا دي، لكن ما ينفعش ابدا نقول isn't a doctor، مفيش اختصار بالشكل ده كده خطأ. طيب عشان ما تتلخبطوش ويكون قدامكم كل الاختصارات في مكان واحد بشكل منظم، انا عملت لكم الجدول ده فيه كل الاختصارات اللي احنا قلناها النهاردة. لو عايزين الجدول ده بشكل مستقل تقدروا تدخلوا عندي على صفحة الفيسبوك، هتلاقوا الجدول ده موجود.
ويلا بينا نحل مع بعض شوية أسئلة عشان نثبت المعلومات بشكل أكبر. ومحتاج أفكركوا تاني إنكوا دايما تراجعوا على الحلقات اللي فاتت باستمرار، لأن ده بيساعد في تثبيت المعلومات بشكل كبير، وكمان الأسئلة اللي بنحلها هتساعدك أكتر وأكتر. ودلوقتي عندنا سؤال بالشكل ده، في الأقواس الأولى I they، في الأقواس الثانية apostrophe M apostrophe RE اللي هي اختصار M واختصار R، في الأقواس الثالثة not والاختصار بتاعها، وبره الأقواس an engineer يعني مهندس. يا ترى هنختار ازاي؟ تعالوا نجرب ونشوف. لو اخترنا من الأقواس الأولى I يبقى هنختار من الأقواس الثانية apostrophe M، وكده بقى عندنا I'm. يا ترى من الأقواس الثالثة هنختار not بدون اختصار ولا not وهي مختصرة؟ مبدئيا احنا قلنا انه ما ينفعش اختصارين للبي فيرب جملة واحدة، وكمان قلنا ان am مع not ما لهمش اختصار، وعشان كده هنختار not من غير اختصار. وبقى عندنا الجملة I'm not an engineer. I'm not an engineer. انا مش مهندس. وطبعا مش هينفع نختار they عشان عندنا برا الأقواس an engineer، واحنا قلنا قبل كده ان an او a معناهم واحد بس مفرد يعني، وينفعوش يكونوا مع الجمع. طيب عندنا سؤال بالشكل ده، they I في الأقواس الثانية was are am، وبرا الأقواس ill last night، وill يعني مريض تعبان يعني. يا ترى هنختار ايه؟ تعالوا نجرب ونشوف. لو اخترنا من الأقواس الأولى they يا ترى هنختار ايه من الأقواس الثانية؟ ينفع نختار was؟ أكيد ما ينفعش. ليه؟ لأن was مش ممكن تيجي مع they أبدا، لا في الماضي ولا في المضارع، لأنها في الماضي بتاخد where وفي المضارع بتاخد are. يبقى كده هنختار are. طيب ينفع نختار am؟ لا ما ينفعش. طب كده بقى عندنا they are ill last night. They are ill last night. يا ترى الجملة دي صحيحة؟ لو هتشاور عقلك وتقول لي أيوة هرد عليك وأقول لك لا. ليه؟ عشان احنا عندنا كلمة last night يعني الليلة اللي فاتت، ماضي يعني، وverb to be في الماضي مش بيكون are لكن بيكون where، واحنا ما عندناش where في الاختيارات، يبقى مش هينفع نختار they من البداية. طيب نشوف البروناون التاني I ينفع يجي معاه was؟ الإجابة أيوة. طيب I ينفع يجي معاه am؟ الإجابة أيوة برضو. was بتيجي مع I في الماضي وam بتيجي مع I في المضارع. طيب هنختار أنهي فيهم؟ أكيد هنختار was عشان إحنا عندنا برا الأقواس last night الليلة اللي فاتت، والجملة هتكون I was ill last night. I was ill last night. أنا كنت تعبان الليلة اللي فاتت. ياريت بقى تقولولي ألف سلام عليك يا مستر وبعد الشر عنك. طيب عندنا سؤال بيقول أنهي جملة في الجمل دي مش صحيحة؟ يعني إيه الجملة الغلط في الجمل اللي إحنا هنقولها دي؟ الجملة الأولى You are very kind. You are very kind. Kind يعني لطيف وvery يعني جدا. والجملة الثانية بتقول You're very kind. You're very kind. والجملة الثالثة You were very kind last night. You were very kind last night. والجملة الرابعة You were very kind last night. والجملة الخامسة You were not kind last night. You were not kind last night. والجملة السادسة You weren't kind last night. You weren't kind last night. ناخد بالنا من طريقة الكتابة. هسيب لكم انتوا السؤال ده وابقى اكتبوا رقم الإجابة الخطأ في التعليقات، وخلال الأيام اللي جاية إن شاء الله هنزل لكم أسئلة على الحلقات اللي فاتت عندي على صفحة الفيسبوك. محتاج أفكركوا إن الحاجات الصغيرة اللي احنا بنعملها يوميا هي دي اللي بتشكل حياتنا في النهاية، يبقى استمر دايما إنك تتعلم حاجات ولو بسيطة لكن مستمرة، ده أفضل كتير جدا من إنك تبدأ بحماس ينطفي بعد كام يوم، لكن اتعلم حاجات صغيرة يوميا وخلي ده أسلوب حياة. دلوقتي هسيبكم مع صور أصدقائنا اللي جاوبوا على سؤال المرة اللي فاتت.